مرحبا برج الحوت، هذه قراءتك العمل. القراءة راح تصلح حق الطالع الشمسي والقمري. راح ننظر أيضا إلى جميع الأصعدة، ولكن راح نبدأ أول شيء بالصعيد المهني والمالي. نشوف ما هي التطورات القادمة باتجاهك. تعتبر نفسك أصلا ملتزم بشيء معين، خلاص أنت اخترت، كأنما أنت اخترت تخصصك في الجامعة، أنت اخترت المشروع اللي تحب أن تبدأ فيه، وأنت اخترت اتزانك المالي لهذا الشهر. انت في وضع جدا ممتاز، ولكن في فرصة جديدة راح تفرض نفسها عليك. هي انت غير متوقعها، ولكن في نفس الوقت راح تفتح لك ابواب اكبر واكبر وافضل مما تتخيله. ولكن هنا عندك شوية طاقة الشك، وكأنما تأتيك هاي الفرصة في وقت انت اوريدي واصلا مسحوم فيه، يعني غير متشجع ان تقبلها، ولكن بسبب الإغراء والامتيازات اللي تحملها هاي الفرصة الجديدة لك، احتمال في العمل، في تغيير مجالك، في المشروع الجديد اللي يطلب منك اهتمام. هاي الفرصة الجديدة اللي تدخل عرض في حياتك راح تكون جدا مغرية وأكثر إغراء من أنك ترفضها. راح تأتيك بالكثير من الامتيازات وتكون بمثابة الفرصة الواحدة لك على صعيدك المهني أو العملي بشكل عام. راح نشوف الصعيد المالي. بالضبط، صعيدك المالي كأنما يعكس الجانب المهني أو العملي من حياتك. أنت هني كأنما قاعد تقول أنا راضي وأنا سعيد بوضع الحالي، ولا أريد المزيد، لا أريد التجديد، لأن كأنما أنت هني توك بديت تثبت نفسك في مجال معين، في روتين يومي، وفي بزنسك توك ابتديت تحافظ على اتزانك. فكأنما هاي الفرصة تأتيك في وقت بالنسبة لك أنت غير مناسب، ولكن التارو يقول لك هذه إضافة جميلة لمجموعتك. الفرصة هذه الجديدة راح تضيف لك الكثير من البهاء، راح تظهرك إلى المجتمع بشكل أفضل، راح تخليك تبين وتصطع، وأيضا تمثل لك بمثابة أقول لك طريق سريع تحصل فيه على أمنيتك. فهني يقول لك على الصعيد العملي لا تحس بطاقة الحيرة والتشتيت، إنزين، ولا تكون شوي دفاعي أو هجومي تجاه الفرص الجديدة. احتمال إذا كنت في العمل راح تأتيك مجال أو فرصة أنك تعمل في قسم آخر، ترقية، فرصة بزنس جديدة، أو حتى تخصص يضاف جديد في الجامعة. أنت مو متوقع أنك راح تضطر تقوم بهاي التغييرات في فترة بسيطة، ولكنها تغييرات جدا إيجابية راح توصلك للمكان اللي في بالك، ولكن أقصر مما تتوقع. راح تستطيع أنك تجمع بين شيئين بنجاح في نفس الوقت. اللي بعد راح نحاول نلقي نظرة على الجانب العاطفي. شو راح تكون حياتك العاطفية خلال هذا الشهر؟ أول شيء عندنا كرت الشيطان، ومن ثم سبع الخماسيات. وجودهم مع بعض يعني لأن في شيء أنت تخاف منه أو تتخوف منه ولكنه غير حقيقي. أوكي، برج الحوت، أنت كأنما هني قاعد تفضل أنك تكون لوحدك، في نفس الوقت عارف وضعك، عارف حياتك، تكون سنجل. هذه هي الملكة العزباء، ملكة النار أو ملكة الأغصان. ولكن أنت هني تفضل في الفترة القادمة خلال شهر مايو أن تكون مستقل بنفسك، وعارف اللي لك واللي عليك أفضل من أن تسمح لأي شخص جديد يدخل في حياتك. بالنسبة لك احتمال يركبها، احتمال يأتي بتغييرات أو يأتي بنتائج أنت غير محببة إلى قلبك. فكأنما هاي الشهر أشوفك شوي مش رافض كثر ما أن أنت مستقر في عزوبيتك الخاصة، وعندك طاقة شك. احتمال أنت في بالك شخص معين خلاص قررت أنك تريد الارتباط فيه، ولكن في أشخاص ثانيين بعدين يأتون في طريقك، فأنت كأنما صاد عنهم ولا تعطيهم فرصة للتعبير عما بداخلهم. خلينا نوضح الكارتات أكثر.
اوكي، مثل ما قلت لك انت يا برج الحوت تحس انك شوي دفاعي في الشهر هذا، انت كأنما ستدافع عن الشخص اللي دائما كان يخرج ويدخل من حياتك، ولكن بسبب ان قلبك يملك هذا الشخص، يملك هذا الفارس اللي انت حطيته في بالك. وان كان دخوله وخروجه غير مستقر، اوقات يصير بينكم انفصال، ولكنك ترغب فيه، اخترت وواثق من خياراتك. على الجانب الثاني في اشخاص قاعدين يلومونك بسبب انك غير متيح الفرصة لناس جدد، لفرص جديدة تدخل مع اشخاص ثانيين. يعني احتمال انك عندك علاقة مع شخص، في اشخاص ثانيين قاعدين يقدمون لخطبتك او يريدون ان يفاتحونك بموضوع الحب والاهتمام، ولكنك هني انت صاد عنهم، لا تريد أن تسمع كلامهم. وفي امرأة معينة ممكن تكون أم، صديقة، أخت، دائما تزن على رأسك، دائما تحاول أن تدفع أجندتها الخاصة أو مخططاتها، تحاول أن تنصحك بقلب طيب، ولكن في النهاية أن تفكر بشغف، وهذا الإنسان في حياتك تفكر بالعقل، تريد لك الارتباط بأسرع وقت ممكن. أنت كأنما هني تريد الارتباط بالشخص اللي في بالك بدل ان ترتبط باشخاص ثانيين، وان كانوا مستعدين ان يعرضون عليك الارتباط في وقت اسرع. الجانب اللي بعده هو الصعيد الصحي والقانوني، راح نشوف شنو التغييرات او التطورات اللي تتوقعها. برج الحوت إذا كانت عندك أي مشكلة في العضلات، أوكي، أو في الأربطة، حاول أنك تعالجها، حاول أنك ما تكون شوي دفاعي. هني أسمعك كأنما دائما تقول أنا صحتي ممتازة ولا أحتاج أني أظل أتابع مع الدكتور أو أظل أسمع إلى تعليمات الطبيب. هني يقول لك ترى عنادك ما راح ينفعك إذا كانت في أي نصائح من الطبيب بخصوص خصوصا الأشياء العضلية في جسمك، أو مراجعة دكتور معين. حان الوقت أن أنت تسمع تعليمات الطبيب عشان تنتهي من هاي المشكلة، أفضل من أنك تظل كأنما في رجوع، في رجوع إلى المستشفى، ولكن إذا ما اتبعت تعليمات الدكتور على أفضل وجه. خلينا نشوف الصعيد القانوني، ولكن بشكل عام ما أشوف عندكم أي مشكلة جادة أو خطيرة، الحمد لله على المستوى الصحي. على المستوى القانوني احتمال يأتيك خبر جديد أن في شخص اشتكى عليك في محكمة أو في شرطة، ولكن الموضوع راح ينحل قبل أن يصل إلى، قبل أن يتفاقم الموضوع، الموضوع راح ينحل بسرعة. راح تسمع بالخبر ومن ثم بسرعة راح يأتيك الحل، والحل راح يكون بسبب امرأة قوية، احتمال أنها نفس المرأة اللي قاعدة تنصحك بخصوص حياتك العاطفية، امرأة لديها الكثير من الحكمة بما أنها كانت ملكة السيوف سابقا، وهني لديها الكثير من الحب والحنان. احتمال أنها ستعطيك أموال عشان تساعدك على تخطي هاي العقبة القانونية أو هاي المشكلة في المحكمة أو الشرطة. كأنما في شخص يطالبك بأموال أو يطالبك بتعويض، أوكي. إذا ما ينطبق عليك هذا الوضع، ففي أشخاص رح يمرون بهاي الوضع أو شيء تقريبي خلال شهر مايو. رح ننظر إلى آخر جانب، من القادم في طريقك أو ما هي الأخبار القادمة في طريقك. عزيزي برج الحوت، الأخبار القادمة في طريقك عبارة عن أنت راح تكون شوية محتار. سبب الحيرة عندك أمورك العملية وحياتك العاطفية، راح يجري فيها تغييرات، محتاج أنك تصنع القرار خلال شهر مايو، ولكن كأنما في خبر راح يأخذ اهتمامك بعيدا عن محيطك الشخصي. أنت مركز في نفسك، ولكن راح يأتيك خبر حمل
أو ولادة لشخص قريب وعزيز عليك في العائلة، احتمال أخ لك، احتمال أخت لك، ولكن أنتوا في انتظار مولود في العائلة. احتمال كان الحمل صعب شوية وأخذ الكثير من الوقت، ولكن الحمد لله كأنما هني خبر جديد سيفرحك أنت وأسرتك. وأنت كنت في حالة تحاول تقرر قرارات كبيرة ومصيرية في حياتك العملية وأيضا في حياتك العاطفية، فهذا راح يخليك في شوية جو ريلاكست، جو فيه استرخاء، راح يذكرك بالأمل في الحياة، أن مهما كانت القرارات صعبة راح في النهاية كل الأمور تنحل لحالها. راح أسحب لكم كرت أخير تبع النصيحة. هاي الكرت تقريبا انقلب. The way thing that is real is love. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. هني يتكلم لك عن الحب يا برج الحوت. كأنما إذا تشوف الكرت يتكلم عن أسرة وأطفال. هل أنت يا برج الحوت، سؤالك، هل أنت بانتظار حمل؟ كأنما أنت مشغول في صنع أو اتخاذ قرارات مصيرية بخصوص العمل، بخصوص الشريك، ولكن في خبر حمل لك أنت شخصيا أو لأحد قريب عليك راح يقلب الموازين. راح يكون الخبر اللي تنتظره من فترة طويلة ولكنه غير متوقع راح يكون جدا إيجابي، بمثابة بلسم على كل الأمور الثانية اللي قاعدة تمشي في حياتك. راح يعطيك حافز، مثل عندنا شجرة هني، شجرة العائلة، وإن كان الحمل مو خاص فيك أنت ولكن راح يعطيك أمل متجدد في الحياة. عزيزي برج الحوت.